اللي جابني هنا؟ جابني حظي الاسود عليا وعلى سنيني السودا، جاتك ليلة يوم عرفتك. ولا هيجيب اهلي هنا دلوقتي؟ قال هيجيبوا افطار العرايس. لا لا لا، مش طلبوها بعدين. كلميهم قولي لهم مفاضلهم مفاضلهم، قولي لهم ما يجوش. اهم جم، اصحى بقى والبس، اصحى بقى يا طلعت. طب اخرجي افتح لهم. انا العروسه، بخرج في الاخر. يا ستي انت هتعملي لي فيها بنعمل مسرحيه وانت البطله الاول والاخر؟ قومي افتحي لهم وانا هجهز واجيلي. فوق وحصلني بلا سودة عليك. ايه ده؟ ده اللي كان فرح امبارح. بس كان لحد فين؟ اللهم صل على النبي. ألف مبروك يا عرايس. الله يبارك فيكي، تعبتي نفسك ليه بس يا خالتي؟ تعبك راحة يا دنايا، يا اختي بنت زي القمر يا اخواتي زي القمر. منورة يا خالتي. ايه ده يا ولاد؟ بدر منور يا زينة، اسم على مسمى يا بنت، مبروك. الله يخليك يا عمي منور. الله يخليك. صباح الفل يا احلى زينه في الدنيا. صباح مبروك الفل يا حبيبتي، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا طارق. مالك يا بنتي في ايه؟ لا انا كويسه. مالي يا حاسك مش مظبوطه كده، في حاجه؟ خلاص يا طارق يلا بقى. طيب تعالى. بسم الله ما شاء الله، شفت القصر بتاع ابني كله من خير. اسكتي يا وليه محسن من الاصحاب. الله اكبر في عينيك يا اخويا وفي عينيا. امال عريسك فين يا ست زينه؟ بيفوق وجاي. منوره يا خالتي. ربنا يخليكي يا اختي. ولعت ايه ولعت هنا يا طلعت؟ مبروك يا عريس. حبيبي يا ابني. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عينيا؟ مبروك يا حبيبي. قمر قمر والله يا اخواتي. قمر؟ انت يا حبيبي اللي قمر، مش انت العريس؟ انا قمر. ايه الاخبار يا طلعت؟ طمني يا ابني. كلها مصمم تولع فينا برضه. ازيك يا ابو نسرس؟ صباح الفل يا طلعتي. مالك يا حبيبي؟ تعال تعالى عشان عايزك في موضوع كده انا وانت لوحدنا. يا عم طب بلاش تخطفني كده. تعالي يا خالتي تعالي. اسمع يا طلعت، انا في كلمتين كنت عايز اقولهم لك امبارح، المفروض كنت اقولهم لك امبارح وما عرفتش، لازم اقولهم لك دلوقتي. ارغي البت تحطها في عينيك تصونها، عارف لو حاجه لمستها ولا حاجه ضايقتها ولا حاجه جات لها كده او كده هقطع رقبتك. تمام؟ قديم قديم قوي، افلام ابيض واسود. ايه يا عم جاي لابس ابيض واسود وبتقول كلام ابيض واسود؟ ايه مالك يا عم؟ انت مش انا برضه اخو العروسه والمفروض نقول الكلمتين دول؟ يا ابني ده اصول لازم تفهم، انت حمار. تبرخي. خلاص تركز مع البيت. المهم دلوقتي عايزين نركز في الشغل. نركز في الشغل. عايزة ايه يا ياسمين؟ عايزك ترجع البيت. بيت ايه؟ مش هرجع طبعا. بيبي انا اسفة، انا عارفة اني زعلتك بس انا بغير عليك. البيت وحش قوي من غيرك، قضيت ليل طويل قوي معرفتش انام، انا محتاجاك. ممكن ترجعني النهارده؟ هتجيلي دلوقتي؟ ماشي حاضر ماشي، يلا سلام. you
خالد فين؟ معرفش، خرج ومعرفش راح فين. ريفلكس ضرب، مش قادر. بيبي ما فتحتش مفتاحك ليه؟ يعني قلت ما يكون عندك ضيوف ولا حاجة. لا قادر اقابل حد ولا اكلم حد من غيرك. ممكن ما تزعلش مني؟ هو مين اللي مزعل مين؟ ما انت اللي مزعلاني يا بيبي. بغير عليك، ما تزعلش مني عشان خاطري. هو ايه اللي ما تزعل؟ انت كل شويه تعملي حاجه تضايقني وبعد كده تيجي تقولي ما تزعلش مني، هنفضل على كده كتير؟ ما يبقاش قلبك اسود. خلاص بقى انسى اللي فات وفي صفحه جديده. اوكي؟ اوكي. وحشتك. يا نهار اسود. سوسو حبيبتي، البيبي ده لازم ينزل. بس انا عاوز ارعى عيل ده، مش عاوز انزل. مش هينفع، مش هينفع يا سوسو، مش هينفع. بقولك يا سوسو، انت لو عايزاني نفضل مع بعض ومن غير مشاكل يا بنت الناس، يبقى تسمعي كلامي وتمشي ورايا. انا عاوز اتجوزك رسمي، عايز اعيش معاك، اعيش خدامه تحت رجليك. ومين قال يا حبيبتي ان انا مش عايز احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه؟ حاضر يا سوسو، حاضر يا حبيبتي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس استني عليا لما اخلص الدراسه. انا لسه برضه بدرس في الجامعه، استني عليا اخلص دراستي وبعد كده نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. ما انت ما يرضيكيش برضه انها تعطل عن الدراسه يا سوسو. وانت يرضيك ان احنا نغضب ربنا؟ ومين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ مين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ يا حبيبتي انت مراتي، مراتي حلالي، اساليني انا. وبعدين هو انا عمري قصرت معاكي في حاجه؟ ما انت اللي بتطلبي بتاخديه. انا مش عاوزه حاجه، مش عاوزه فلوس، انا عاوزاك انت. انا عايزه العيل اللي في بطني. صعبه دي؟ مش صعبه، بس مش وقته الكلام فيه دلوقتي. امال امتى وقته يعني؟ قلت لك لما اخلص الدراسه، اخلص دراستي وبعدين ابقى نتكلم في اللي انت عايزاه كله. اسمعي كلامي يا سوسو، اسمعي كلامي ومش هتندمي. من غير ندم ولا يحزن. حاضر، حاضر يا ابن الزواج، هنفذ لك اللي انت عاوزه. يا ماجد ما تدخل تنام جوه في اوضه النوم، انت نايم على الكنبه كده ليه؟ ماجد، 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 مالك يا ماجد؟ في ايه؟ ماجد، ماجد مالك؟ شفت حاجات كتير قوي. يخرب بيت الزفت وسنينه. هو ورايا ورايا يا ماجد، في ايه يا حبيبي؟ يا رشا، رشا يا حبيبي، مالك في ايه؟ ايوه استني، اعمل لي قهوه ساده بسرعه. ماجد، ماجد انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك، حرام عليك. اوه خاطر، يلا يلا بسرعه. ان شاء الله هتروح تحلى يا باشا، بس خلي بالك من انا كده يا باشا، ولاقيني على طول. انا عايزك تاخد البضاعه دي. كل البضاعه دي يا سعاده الباشا؟ اخدها ليه انا؟ لا مش ليك، دي هتوصلها لتاجر في شبرا، هديك نمرته ورجالته هيبقوا ياخدوها منك. باشا بس ده اول مره تخليني اوصل كميه زي دي. ماشي، طب لمؤاخذه بقى يا باشا، وعمولتي محفوظه، بس لما تخلص العمليه وسيبني دلوقتي يلا، عشان جاي لي وفد من قبرص. الله اكبر يا باشا، الله اكبر. واحنا بقينا نصدر بره ولا ايه؟ خليك في حالك يا تربه. حاضر يا باشا، ربنا يخليك لمصر كلها. بالاذن يا سعاده الباشا. انت كويس دلوقتي يا حبيبي؟ اه الحمد لله. ممكن اعرف انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا كنت قاعد بكتب اغنيه و لقيت
مش جايبة معايا. قلت أعمل دماغي يمكن تيجي. ضربت سجارتين فجأة لقيت نفسي ضرب سطرين على ازازتين بيرة. حكيت الدنيا حصل اللي حصل. بس الأغاني ما بتتكتبش بسطرين ولا بتتكتب بازازتين. فوق بقى من الصوت اللي أنت فيه ده. في إيه بس يا حبيبتي؟ يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنت فاكر إن أنت عايش لوحدك. أنا مسؤولة منك. يا أخي حرام عليك، أنا مش حامل الكلام ده. ده أنا قلبي واقع من الخطة. أنت كل اللي أنت عاملاه ده عشان بتخافي عليا صح؟ طبعاً بخاف عليك. عشان بحبك. وعشان عايزاك معايا. بس عايز أعرف أنت بتعمل كل ده ليه؟ أنا كنت عايز أكتب لك أغنية حلوة تليق بيك تنجحي بيها. مش أنا جوزك؟ أه جوزي. بس لو شربت المحيط كله مش هتعرف تكتب بالطريقة دي. ليه بس يا حبيبتي بتقولي كده؟ عشان أنت مش موهوب أصلاً. ولو كنت موهوب يا حبيبي كان الكلام طلع لوحده. وهي دي الحقيقة اللي لازم تعرفها يا ماجد. حقيقة إيه؟ دي إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ بقول لك إيه؟ فكك من الأغاني والشعر والكلام ده. انت الاغنيتين اللي كتبتهم لي دول جم معاك باي لك. وحط في دماغك من دلوقتي انت جوزي ومدير اعمالي وحمايتي وبس. انت اول مره تتكلمي معايا بالاسلوب ده. اول مره تبقى طريقتك معايا كده. في ايه؟ مالك؟ ماجد انت رايح في سكه انا مش هعرف ارجعك منها. ولو عشان تكتب لي اغاني توصل المرحله اللي انت كنت فيها دي يبقى مفيش شعر ومفيش شرب. اسمها ياسمينة. انا اعمل اللي انا عايزه مش انت اللي تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انا هكتب شعر وهشرب وهعمل اللي انا عايزه واذا كان عاجبك كمان. انت رايح فين يا ماجد؟ 60 داهيه. بطلي عياطي يا سوسو هتفضحينا. سوري يا سوسو. والله سوري. أنا عارف إن أنا السبب في كل ده. ما تزعليش مني يا سوسو. أنا زعلانة منك. زعلانة من نفسي أوي. خلاص بقى يا أختي ما تزعليش نفسك. أهو هندخل للدكتور وهيتصرف. حظي وحش أوي. حاسة إن كل الناس عارفه بتتفرج عليا. ما كل الناس هنا كده، في ايه يا مالي؟ خلاص كلها سوا تبقى زي الفل. جهاد شوقي. يلا اسمع. قومي يلا يا سوسو. حبيبتي. كويس ان الحمل لسه في اوله، لان كل ما طالت فتره الحمل كل ما تعبت في العمليه اكتر. الحمد لله. طب العمليه دي هتتكلف كام يا دكتور؟ انا ما بتكلمش في الفلوس، حضرتك هتقابل الممرضه بره هتكتب لك كل المطلوب في ورقه وتديها لك. خلاص بقى طمني. ما انا قلت لك الممرضه هتتصرف. الو ايه يا عمان انت اتاخرت كده ليه؟ الدنيا مش امان. عموما كلامك مع الباشا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فيه اسكت. ايه ما عملتش حاجه فيه؟ قلت لك اسكت. الله يا جماعه انا في ايه انتوا يا باشا افتح الصندوق ده يالا. الله يا باشا الصندوق ما فيهوش اي حاجه. قلت لك افتح الصندوق يالا. معاك مفتاح تفتحه ولا بنكسره بقرفته وبعد كده نكسر دماغك؟ معايا يا باشا المفتاح بس انت معاك اذن من النيابه. قلت لك اخلص يالا. اتفضل يا باشا افتح اهو. يا باشا مفيش حاجه قلت لك والله. اسكت. الله 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 الله. ده الواحد ما كانش يعرف ان الجواز حلو كده. يا عسل العسل. اديك عرفت يا اخوي. وخليك عارف برضو ان لو عينك ضغط كده ولا كده هغزقها لك يا طارق. وعليك يا زينة. ده هي لسه زيغة عليك يا طارق. قلت لك تقفل البتاع. استني بس يا زينب. ده شكله رقم مهم كله صفار. ده وقته. استني بس اشوف مره. الو يا باشا.
عزام عليك طلعت مع حضرتك يا باشا. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا معاليك، هكون عند معاليك فورا. يلا سلام. في ايه اللي حصل؟ في ايه يا طلعت؟ ما ترد. الحق يا باشا، طلبة اتمسك ومعاليك مش هتعرف تعمل له اي حاجة. اصل انا اخته عامله لي عوق في البيت، اصل اخته مراتي، والمصيبة ان احنا لسه متجوزين قريب، ده يعتبر اول يوم لينا في الجواز. على العموم مش هيقدر يطلع قبل ما تعرض على النيابة، ساعتها بقى نقوم له محامي ونشوف له اي ثغرة قانونية كده يطلعوا بيها، بس ده مش هيحصل قبل شهر ونص شهرين. شهر ونص شهرين؟ ده كانت اخته تعمل لي مناحة في البيت. بقول لك يا طلعت، ما تسيبك من طلبة بقى وتخليك انت الراجل بتاعي في منطقتك، انا هديك البضاعة وما تبيعها يبقى ابعت لي فلوس. ها قلت ايه؟ طب لما طلبه يخرج من السجن انت عايز تشتغل ولا لا؟ عايز اشتغل، ده انا نفسي اشتغل، نفسي ابقى امبراطور كبير، بس تحت ايدك طبعا يا باشا. خلاص انا هخليهم يجهزوا لك البضاعه. طلعت ها يا باشا، ركز معايا شويه، انا مش عايزك تشتغل في منطقتك وبس، لا انا اهم حاجه عندي شباب الجامعه.